اولا الحزب الشيوعي الصيني من وجهه نظري هو نموذج للحزب السياسي الجماهيري المرتبط ارتباط عضوي بناسه وبشعبه والمعبر الحقيقي عن امال الجماهير في التغيير والتطور والتقدم والازدهار. عمر الحزب الشيوعي الصيني قرن كامل. في هذا القرن تعرض الحزب لمشاكل وهجمات واوضاع غايه في القسوه والعنف، ومع هذا تجاوزها واستطاع ان يرتبط بشعبه وان يحقق ما لم يحققه حزب اخر في التاريخ، وان يحقق هذه المعجزه في اقل من 4 عقود، وهذا الانجاز لم يحدث في تاريخ الانسانيه. اعتقد انه اول حاجه ارتباطه العميق بالشعب. النقطه الثانيه يعني التزامه بالنظريه الماركسيه بشكل يعني مبدع وغير يعني جامد كما حدث في دول اخرى، وقدرته على تطوير التجربه الاشتراكيه تطوير متميز مع كل تغير في الاوضاع العالميه. ثالث حاجه انه قادر على تجديد دمه. الحزب احد اسباب قوته تطهير نفسه المستمر من الفساد. كل كام سنه بنشوف حملات هائله على الفساد في الحزب، وبالتالي يظل الحزب محافظ على نزاهته وعلى احترام الناس ليه. صدقه في التعامل مع شعبه، لم يكذب عليه ولم يزين له الامور ولم يعلو بوعود لا تنفذ. الحزب الشيوعي الصيني حزب ذو ابعاد انسانيه ويمد يده الى العالم كله بالرخاء والازدهار والسعي للعلاقه التي تحقق المكاسب للجميع والخير المشترك للبشريه. الحزب واجه المحنه، كانت اول دوله في العالم اصيبت بهذه المحنه، ولم يكن احد يعرف اي شيء عن هذا الوباء، واستطاعت بقياده الحزب الشيوعي ان هو اولا يواجه المحنه بثبات وقوه واقتدار، استطاع كمان ان يعطي العالم وان يقف مع العالم وان يساعد كل شعوب العالم بقدر ما يستطيع من امكانيات ومساعدات لمساندتها في محنه الكورونا. رغم الضربات القاسمه للوباء والازمات الاقتصاديه التي ترتبت عليه في الصين وفي العالم اجمع، استطاعت ان هي تمتص هذه الضربه وان تتقدم وان تحقق انجاز كبير، انها الان بتقود ايضا المسيره الاقتصاديه في العالم، تطوير حياه الشعب المصري والاستفاده من خبرات الشعب الصيني وتقدم العلم والتكنولوجي والاقتصادي والمساعده على حل مشكلات كثيره في مصر، لعل على رأسها مشكلة الفقر، انه العلاقة مع الصين مكسب كبير للطرفين.